ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. تعجب سمير هشام الفيل الازرق هيبدا. الفيل الازرق ايه يا حاج؟ اسم الله على مقامك، ده حمار. لا لا، فيل الفيل الازرق كده. والله صح، ابوك الفيلم البطل. يفوز يفوز. ها كيف؟ ايش رايكم في اختياراتي؟ عجبكم الفيلم؟ والله يا هو فخم وناهي، وسعت صدون الله يوسع صدري. يا عيال طلعت الشمس، خلينا ندزها لبيوتنا. طيب من قال فطور؟ انا. طيب وش رايك نواصل نفطر ونصلي الجمعة، بعدها كل واحد يروح يدزها بيتهم. قدام بشرط انا ابغى معصوب. تتشرط مع الدقم يا شيخ. يلا مشينا. بعدي بفتتح العروبة. على وين الوجه يا عيال؟ كبدة. استرجل يا ورع، وش اللي كبدة؟ اسمها كبدة. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبدة مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبده سوارم. شينا بس ابوك يسبك. صعب لا زحمة اليوم؟ ما أدري. طيب كيف يومك؟ أقول بس طالع قدام لا تفلها. أوف 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 أوف، أبوك البشرية الحين ذولي كلهم مواصلين ينتظرون صلاة الجمعة. اللي يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو إنها ببلاش ده الأكل ما صفيت سرع. تلعب بلوت أنت، اسمه لاين مو بسرع. يا أبوي لاين ولا طابور ما يهم، أنا ميت جوع. يا عيال خلوني نمشي اقرب فول وفلافل زي اللهم. فاهمني شوكوش. يلا مشينا، بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل. الله يا سماوي يا معلم. ثلاثه صبه شطه طحينه مخلل وكثر الشطه وبيع. لا لا يا شيخ بيض، اقول فكنا تكفى. وثلاثة برتقال كبس. فاهمني. هلا حسابك 30 ريال. سبحان الله سبحان الله، اليوم اليوم عبي بنزين ب30 ريال. يعني عليكم الفطور حبايبي، يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا يلا يلا. مرحبا امبو. هلا. بعد ما افتتح العروبة راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه أحلى من التحويل. تشيك إن سوارم، في أحد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفة. وأنا أقول ليش الناس كاشخة وفلة أمها، أضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني أنت وجهك؟ إيه لا تغلط لا تغلط، لا أفلم بك الآن باللاين. سم شوف شوف عامر عامر، هذه هي. إيه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. إيه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. إيه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد إكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. أولاه ياسر افتح المنيو من جوالك، خل ذاكر ترى دخلنا عند المحاسب، أبى أطلب حليب عدني وفشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذولي إلى الحين صفين سنة. بيلا تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا أخوي أنت ما شبعت إلى الحين، ايش فيك انت؟ انا في الحقيقه نباتي، اول مره اشوف ولد نباتي. وانت؟ انا اكلتي المفضله الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت
فشلت ان الله يصلحك. ليش انا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالامور ذي. ادري يا اختي ادري، بس حبيت اضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك، ضحكتنا. ترى انا دائما اضحك العيال بالاستراحه. وين محلقه شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. الى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي انت تطلع منها بس؟ يا ابويا فاتك نزل ثلاثة فلافل من الاخر ب30 ريال واجا بسرعه. قصر صوتك يا بزر، فضحتنا. الا على فكره عسى ما خلاف الرجل، ليش مقزز؟ ادعي لنا بس ثبات، بس على هالوقف المفروض احنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. اقول دزها انت وياه بس. هلا والله بالكاشير البطله، اتحداك يا كشخه. ويلكم، يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقلع ام المراحل الصعبه، وش ذا الكلمه بعد؟ انت خلك ساكت، خلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل، وش هالمعده اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكه، واشهر طبق اكسكلوزيف كبده. خلاص اعطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر، ما تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل؟ هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ اي والله جديد تنعلي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور، طالبين ربع تعيش حنا. وصادق شكل المحاسبين على السره كلها، اقصد اللاين. اللاين هلا والله من مطعم البطل. يا عيال اذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا اذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب 300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر، فشلتنا. ايه بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبده محتوى يا ابوي. وبطني. مهبول انت، كم مرة اقول استق الباقة قبل ما تفتحينه؟ عقل قم، خلصت النوم علينا، ودني سيارتي خربانة. وين بتروحين؟ ابى اروح كافي مع صديقتي. خلاص خلي خويك تستمرس. ايه بيتهم في البديعة وبيتنا في الشمال. لا يا شيخة، اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعة. يعني كذا ولا كذا هي جاية للشمال. خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك، خلك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس، انقلعي. النشبة ذاي بيك، النشبة ذاي بيك. على تروك، أبشر بي، أرسل اللوكيشن بس. جابك الله بالحالات، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ شراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي، وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر، وبالاخير يجي خويك يخليني اعيده، خليه ينتظر. سلامات من العصر هنا، رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف شوفي اخوك عامر جا. واضح نس شيرين، ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمه تشيك ان يا متخلف. ما هو بشغلي تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من الليستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بسرها هنا. وانتي يلا دزيها للبديعة وادعي دعاء السفر. يلا امشي، لا تناظرين، امشي. تشيكن قال امشي، انقلعي انتي. أم عاد، وش طببك هناك؟ القهوة ذي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. إيه سلامات، اسمه لاين. إيه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟
يا ليل يا عيال، تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب. الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والايس دروب مشروب قهوه بارده. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه. المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر، بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال، بكره كل العالم في جارليك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. الوان ماشي، نغر حط عليها جل. ها ايش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره. صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. اشتب وش اوفر سايز المخيس ذا؟ قصت لكم واصله لين ركبتك. يبي تستهبل لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنها، سلامات، هد عليه. تنكت انت وجهك، حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المرة الجاية اشحن واحمله، وبضيفك بعد. ايش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش تسولفون فيه؟ وش السالفة؟ ايه انت وضعك صعب ومتأخر عن المنهج، وبين وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي، انت على المعنى بس شكل، واي شيء يفوتك خذه من زملائك. يا استاذ، ترى إلى الآن محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمدوا ربكم يا شباب، ها تحمدوا ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر، انتبه لي. انتبه لك؟ عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي، هذا الاتصال جاي لي. ده خويي سامر، انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا، انا وشوكش متقطعين سماعه واحده. وشو له خساير؟ يو يا عيال، توقعوا ان نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول ان شاء الله. عامر خلينا نروح المقهى، هذا فاضي ما عنده احد. لا هذا ما نبيه، ما في لاين وحركات وسوار. اخس يا عامر، وش هالتطور وش الحركات؟ والله صرنا نعرف. عفو عليك، بس تبيني اسوي تشكلنا الحين؟ يا ابوي انت جدد باقتك اول يا طفران. يا ولد العم، الفزعه بثلي نت. أقول توكل ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب اذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟ كنا اللاين اليوم اطول الاسبوع الماضي. ايه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. ايه ما شاء الله، وانت ما عندك الا ذا الخطه، اللاين اطول من الاسبوع الماضي. يا اخي غيرها، في شيء ثاني. خير، في شيء؟ لا الله يطول لي عمرك ويخليس ان شاء الله. لا فاضي ما عنده شيء، يمشي يفتح مواضيع باللاينات. سو وات يا شيخ، ما عليك منهم ذول متخلفين. ايوه تقولي لي. ما كان اللاين اطول من الاسبوع الماضي يا اختي. خير ان شاء الله، ايش تبي؟ جاي تسولف، قطع يقطع هالاشكال. سو وات؟ وات؟ مو مكلف شيء ولا. ويلكم جيرلز، وات ذا سليبر توداي. انت ورا ما تسكت، الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو، وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوه بالثوم، قهوه خاصه فينا، يعني فكره مبتكره وجديده. ما شاء الله، جميل، فكره حلوه. بس ايش رايكم لو تحطون مع شويه بصل، شويه طماط يعني، وتكشنونها شوي كذا بعد؟ ايش ذا الخنبق اللي حنا فيها يا اختي؟ تو جارليك كوفي. شفت؟ ترى كل الناس يطلبونه،
أبا سكس سكتة ستة ستة قال لك كافي سبعة بدون كريشنا. Thank you. الحين يا عيال وصلنا المرحلة الأخيرة رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلا لا يا مهيلة بس ولا أنا وش لي بش قد كله. أسمعوا نتوزع في كل المكان وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو أنت شرب منك أنت تعال معي. ما شاء الله تشجع النصر كويس كويس استمر ما تغير ها مطولين انتم ايه مطولين طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج مو بشغلك وانت شو وضعك مطول اكثر منه اي منيح خلك هون لو سمحت الطاولة هذه حقتي ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا طيب ليه ما اخذته معاك يقلع ذا الاشكال يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي مركز قاعد تقرأ كتاب وسط هالزحمة عالم تسولف مبسوطة أغاني لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال تراك حاجز طاولة تاخذ خمس أشخاص وبعدين يا أخي إذا فاضي خذ لك شاي حليب وقرأ كتابكم هذا في البيت سأقرأ الفصل الثالث وحينما أنتهي سأنصرف وبعدها يمكنك الجلوس أغرب عن وجهي أغرب ولا أشرق أنت ليش محسسني أني أنا أكلم كول سنتر وبعدين بصراحة صراحة صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله ملامحك مستفزة شش شو ليش قاعد تكلم حمار أنت نعم في شيء سلامتك يا أبوي لا في شيء خير شكم طالعون كذا العين بحر ولا قوما ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر ما ورانا شيء يا أبوي معاك للآخر والآن انتهيت من الفصل الثالث يمكنك الجلوس في أمان الله يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنه أسهل من تلقى حجز هنا وح الله يديم النعمة وش ذا ولا حق المدح اللي متحولنا يعطيكم العافية خمس دقائق ونقفل الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا بالعكس مشروبهم حلو معليش يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة تراه ياكل كل شيء حتى القراطيس تمام إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي تعالي سلامات بتخمين أنت عندي نفس فكرة أحسن وش رايك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟ وش رايس؟ ايه؟ لا، ايش دعوة يعني ليش جوجل ماب؟ ليش الأفورة هذه؟ بالعكس انتو زبايننا المكان مكانكم اعتبروا الفاتورة هذه على حسابنا اعتبري نفس مستورة تفضل يعطيكم العافية اللي سويتوه اليوم كان أداء جميل بكرة أبيكم إن شاء الله تجوني من بدري أبي المكان هذا يصير مزدحم أبي الناس تحب المكان أبي الناس تتخيل إن كل واحد بيقابل شخص المفضل شخصية المفضلة صدفة حلوة لقاء عابر اللي يكون ومثل ما وعدتكم كل طلباتكم مجانية هذا نظامكم
مالك إلا يعبي المحل زباين ويخلي السرق لاين لاين. أي صح لاين، يخلي اللاين يصل للخرج. وش رايك؟ شوف ما بي لا الخرج ولا شيء، وصله للمواقف وكثر الله خيرك. حلو، أجل يدك على 5000 ريال ولا تستخسرها، بتطلع دبلها في يومين. خلاص تم، اعتبرها بجيبك. وهذا إنسان يعز علينا وفتح كافي وبلش فيه، نبغى نوقف معه وقفة إنسانية. ما شاء الله، ودام بلشان بالكافي ومفتحه، وشو اللي يعطينا قهوة وحلى مجانا؟ لأنه يحب الخير ويقول يمكن إذا تصدق الناس تجي وتزيد مبيعاته. يتصدق علينا؟ خير وشايفنا إن شاء الله؟ لا لا لا، الله يطول لي عمرك، فهمتي غلط ترى، انطم الله يصلح قلبك. لا لا، أنا أقصد إن حنا نتصدق عليه بالزباين، يمكن إذا أحد شطف وشاف زحمة يدخل المحل، فهمتي؟ آه أوكي، وشلون نسوي هالزحمة؟ ها ترسلين لصديقاتك وقريباتك وأي بنت تجي من طرفك حسابها على راعي الكافي ببلاش. أنا من ناحيتي ماشي على نظام صحي ومقاطع المنبهات والسكريات، يعني ما راح تستفيدون مني شيء. طيب تعالي كذا شكل نستفيد من وجهك. هذولي كلهم أنا جبتهم. كافو يا مي، اسمعي أبي استوزعينهم في كل مكان، ما أبي ولا كرسي فاضي. وأنا بعد صديقاتي بالجامعة جايين، وين يقعدون؟ هذولي خليهم دفعة بكرة، ما لهم مكان اليوم. اللي بنات، وأنا ما جبتهم مناهل أبو حمود. صح أنت، تبي ملاك ومناهل يجون هنا؟ دولي فتحوا بزنس خاص فيهم. أم عاد بزنس، وش بزنسه؟ فتحوا مطعم، جعله ما يحدر. سلامات، ورست تدعين عليهم؟ لا، مطعمهم اسمه كذا، جعله ما يحدر. جعله ما يحدر. غيروا تعال. اوف اوف اوف، ابوك الزحمة والله مو بسهلين. اتحدوك اللوح البطلة، اقسم بالله جوهم رهيب، متحمس من زمان اجيهم. ما هم صاحين يا رجال، فقرة الطلب ازين من الاكل نفسه. تدري بموضح اللي سويتها زي امس. يوه ضحكني دي سمرة لها قامت تتنافخ. سلامات، وانت بكل لاي موجودة؟ ما عند سهل؟ مو بشغلك، طالع قدام. وين؟ بمدرسة حنا. طالع قدام. حاضر يا أبله. كل ذا الشحوم وتبي تطلب بعد؟ سلامات شيول. لو سمحتي اثنين برجر سنجل. اثنين برجر سنجل. وش ذي الدلاخة؟ ها؟ ما رح يكفيك، خذ لك واحد زيادة دبل. تتبوسم وتضحك انت وياه؟ وراكم ناس، اخلصوا علينا يلا. وش تبي انت بعد؟ في فرايز. في فرايز غبي انت، ما تشوف مكتوب قدامك في المنيو فرايز؟ ولا تبي بوكس على عينك خليك تشوف زي الناس؟ اقول ضف وجهك انت وياه، روح استلموا الطلب من هناك، جعله ما يحدر. اللي بعده اثنين همبرجر. انت بكبرك برجر، وانت ناظر انت. وش تبي انت بعد؟ أربعة برجر. الحين أنت مو بطلب. صاحين ذول وراهم ينفخون على الزباين كذا. والله ولعبوها صح، سارقين فكرة مطعم أمريكي يزبدون للزباين كذا، والناس ما تجي عشان الأكل، يجون عشان يضحكون بس. يا أبوي العالم صارت مخفات، وأسهل شيء تطلع منها الدراهم، لكن عندي فكرة مشروع البطلة. يا هلا بالجارات، ما شاء الله مشروع جديد وحركات. تو ما نورتم إنسان، اقرطوا عند ياسر. هلا ومرحبا فيكم، وش تطلبون؟ نبي سلطة كينوا وشوربة اليوم وسبرينغ رولز. وش مشروباتكم؟ باينابل جوس. اوكي. دير بدر بد، الحساب 500 ريال. يا هلا يا هلا، هناك هناك انت شكوش هناك. اي شرفتونا ونورتونا، تو ما نور المكان، يا هلا ويا مرحبا، مع السلامة. كان مقلب، ما في لا أكل ولا حاجة. إيش رأيكم بهاللعبة؟ تا 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 تا.